هاي شوفوا هو الأربع أنابل مسيلة الدموع نزلوا علي، عم ينزلوا نزلوا علي هون عم بهرب. شي اللي صار ليلتها هو إنه هون هو بس هون بس واضح أنت هون ما كنتي مباشر، هون ما كنت مباشر أنا. إيه فجأة ليه ما كنت مباشر؟ أفسر لك ليه. لأنه فجأة كانوا المتظاهرين عادي على أساس وصاروا يسمحوا لهم، قربوا قربوا على أسلاك الشائكة لحد سراي الحكومة. فجأة قررت القوى الأمنية إنه بدها تفرق المتظاهرين، كبوا بعتقد فوق 60 أو 70 قنبلة مسيلة دموع وفجأة يعني باغتون. نحن مش متظاهرين، نحن مراسلين. بس أنا بتذكر ليلتها صرت أقول إنه أنا كتير ضيقت من هالأنابل، ما كنت أفهم ليه إنه عادة بيكون في أنابل، صرت أقول عادة رح حاسة حالي رح موت. أنت إنه معودة بيصير إيه بيصير بيكبوا أنابل مسيلة شو دموع. شعور انه ببطل فيها بس كبوها و... لا لا بس ببطل فيك تتنفس، بينزل دموعك وبتحس حالك عم تختنق عم بتموت. بس انا نهارتها حسيت كتير ما فهمت ليه. رجعت انا بتوجه تحيه للكاميرامان خليل عقيقه، مساقب من بيت عقيقه ما في واسطه يعني يلي هو روح ركبته صار بعيد عني، والاس ان جي كمان عنده وضع خاص صار بعيد عني، بقيت لحالي بالساحه والكاميرا. رحت قلت للام تي في من بعد ما اخذت انفاسي انه الكاميرا ماشي، قالوا لي لا. صرت نبش على هالكابلات بالارض، شفت انه كابل ما مقطوش عن التاني، ركبت الكابل اشتغلت بالكابلات عن جد. خلصت وقفت ما معي كاميرا مان، سالت الشباب قلت لهم شباب في حدا بيعرف يحمل كاميرا؟ بدي اطلع على الهواء يعني مش أوكي. معقول في حدا بدي واجه له تحيه، اذا ماني غلطانه هو الجزيره انجلش، بدي اعتذر لانه انا نبشت اليوم عن جد نسيت اسمه، بدي اقول له لو ما منه انت أنا اصلا معوده تنسي اسامي. ايه في اوقات قصد اوقات قصد اوقات لا هلا عن غير قصد. فبقى طلعني ساعه ونص على الهوا هو، بدي اقول له ثانكيو كثير نحن زملاء تعاوننا. بس هيدي وقت وقع علي عرفت ليه، طلع انه في فوتوغرافر عم نزل عم بيقول بس خلصت القصه، قال في بنت بس بدي اشوف اذا بعدها طيبه هيك. انا واقفه عم قال له عن جد مين؟ عم طلع فيه قال لي انت هول تيابك انت؟ قلت له شو انا؟ شو تيابك؟ قال لي تعي لخبرك. هو اللي اخذ لي هول الصور من البنايه عن العالي انه انا نزل علي اربع انابل بنفس الوقت. فكرني بزمطي هالقد ضيقت، فكرني اتكلت بس الحمد لله ما اتكلت.